أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. دائما استقرار في الوضعية الجوية تقريبا على كل أرجاء الوطن، رغم ذلك سحب النوى العالي ستنتشر على المناطق الشمالية كذلك على المناطق الجنوب الغربي، مع زوابع رملية ستنشط بكثرة على مناطق الجنوب الشرقي وكذلك أقصى الجنوب. سجلنا خلال هذه الصبيحة طقس بارد خاصة المرتفعات الداخلية والهضاب، 3 درجات فقط على باتنا، نفس المقياس على المشرين عامة والبيض، مقاييس ما بين 7 درجات إلى غاية 8 درجات على السواحل، تقريبا نفس المقياس على شمال الصحراء، 12 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله ارتفاع ولو طفيف لدرجات الحرارة تقريبا على كافة المناطق الشمالية الساحلية وحتى على المرتفعات لتقارب 23 درجة على كل من الواجهة الشرقية والغربية، 21 درجة على المناطق الوسطى، نفس درجة الحرارة على بشار، 23 درجة على تندوف، 24 درجة على أدرار، 28 درجة على مقياس على أقصى الجنوب. للملاحة والصيد البحري خلال النهار اليوم إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب، بحر هادئ جميل على الواجهة الغربية، قليل الاضطراب على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية، ريح معتدلة شرقا لكن ضعيفة على الواجهة الغربية والوسطى. أحوال الطقس على بعض عواصم شمال إفريقيا أين كذلك أجواء مستقرة مشمسة، عدا سحب سفلى ستنتشر كثيفة على العيون المحتلة والخرطوم، 30 درجة على الخرطوم، 29 درجة على العيون المحتلة، تنخفض لغاية 17 درجة على القاهرة مع أجواء مغشاة. وقت غروب الشمس لنهار اليوم الجمعة إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام 6:17. أشكركم على المتابعة، جمعة مباركة للجميع، في أمان الله.